طبعا مدرسة النظام والالتزام لو قلنا كده هنلاقي أسماء كثيرة جدا، ولكن من ضمنها أيضا الكابتن جوهري، كابتن محمود الجوهري. طبعا هذا الاسم الكبير جدا في عالم كرة القدم يا كابتن. كابتن جوهري ده مدرسة كبيرة جدا، مدرسة فنية كبيرة جدا، مدرسة فنية يعني في التدريب. في التدريب ده حاجة خلي بالك، كان 7 عصر. أنا اتعلمت منه كتير جدا. أنا كنت وأنا لاعب، هو بعد المحاضرة أنا أخد الورق بتاع المحاضرة بتاعته أشيلها عندي، وفي نفس الوقت عندك لغايه دلوقتي طبعا كان يجي من الاردن كنت اروح اقابله عند كابتن سمير عدلي واقعد افهم منه حاجات بعد ما بطلت. اقول له طب دي كانت بتعمل وده والوحده دي والشغل ده والجانب البدني ده والجانب المهاري والجانب الخططي والماتشات اقعد. ده بجانب الدراسه بيفيد حضرتك جدا طبعا، اسم كبير زي كابتن جوهري. انا كنت اقعد معاه ولا انت خلي بالك، كان يجيب الورق فعلا كنت اقعد معاه بروح مخصوص. وبعدين جه مسك بقى المدير الفني للاتحاد، كنت انا ماسك منتخب 89 90 صح، فكنت اروح مثلا اقدم له يقول لي تعالى لي وري لي تقرير، كنت اعمل له تقرير فنيه واقف على السبورة عنده في الملعب واقول له انا عملت وعملت وعملت وعملت. لا انا اتعلمت منه كتير جدا خد بالك. فاقعد معاه مثلا اقعد معاه ساعتين ثلاثه يا اسلام، يعمل لي بتاع 50 ورقه فيها شغل عندي انا احسن من دوره مع كابتن جوهري. يعني كابتن جوهري فعلا فنان في مهنته، موهوب في مهنته يا اسلام، مبدع مقنع. وانت اكيد اتمرنت طبعا اتمرنت مقنع كتير. اما تقعد في المحاضره انت عارف اللعيب دلوقتي لعيب شاطر وذكي واخد بالك، لازم المدرب يملى عينيه صح فنيا طبعا، يملى عينيه في التدريب والشغل صح والمحاضره والكلام صح. فالكابتن جوهري مدرسه كبيره جدا.